امبارح الصبح الحساب الرسمي للسيد وزير الرياضة الدكتور خالد عبد العزيز، ده وزير الرياضة السابق خالد عبد العزيز، النهارده امبارح الصبح الناس صحيت من النوم كده بسم الله الرحمن الرحيم، والناس بقى بتتابع اخبار الرياضة، لان النهارده كان في مباراة مهمة جدا، مباراة السوبر الافريقي ما بين النادي الاهلي ونادي نهضة بركان المغربي. وطبعا بنبارك للجماهير، جماهير النادي الاهلي على فوز الاهلي بكاس السوبر الافريقي في الشقيقة الدوحة. فالناس بتتابع الرياضة فلقت حساب الوزير بيشتم في مرتضى منصور، لا مش بيشتم في مرتضى منصور الصراحة، ده بيكشف مؤامرة بيقوم بيها بعض من القيادات في وزارة الشباب والرياضة، ومنهم السيد أشرف صبحي وزير الرياضة الحالي، بالتعاون مع بعض الشخصيات المعروفة للإطاحة بمرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك. الراجل الوزير السابق كتب على حسابه قال إن وزير الرياضة الحالي بالتعاون مع بعض الشخصيات ومنهم مدحت شلبي، منهم مدحت شلبي، منهم بعض القيادات في نادي الزمالك، ده اللي كتبه السيد الوزير السابق، اتفقوا وعملوا رباطية على مرتضى منصور، المستشار مرتضى منصور عشان يقلشوه من نادي الزمالك. طبعا الدنيا قامت وما قعدتش، والناس تكتب والشباب تغرد على مواقع التواصل الاجتماعي، كالعادة يطلع السيد الوزير السابق يقول لك ايه، لا بس يا شباب ده الحساب بتاعي تم اختراقه وتم سرقته، واللي سرقه دخل كده كتب البقين دولت، يعني اللي سرق الحساب الرسمي على فيسبوك للوزير السابق سرقه مخصوص عشان يطلع يقول ان الوزير الحالي بيخطط ان هو يقلش مرتضى منصور. طبعا الحدوته دي ما تخشش على عيل صغير، ويبدو ان مرتضى منصور هيقاوم الدنيا مش هيقعدها خلال الكام يوم اللي جايين.